أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم عبر العالم على تلفزتكم تلفز جربة وجربة ماجازين. متواجدين بمليتة جربة أعزائي المشاهدين، مليتة الجميلة، مليتة المطار، أمام دار الشباب بمليتة. اليوم 2 مارس 2018، الطقس جميل جدا، 25 درجة الآن بجزيرة جربة. باش نكتشفوا تباعا تظاهرة حلوة بدار شباب مليتة، مرحبا بكم ومرحبا بتفاعلاتكم. باش نعملوا جولة على راحتنا باش نكتشفوا دار شباب نتاعنا، دار شباب مليتة، في هذه التظاهرة الحلوة وطقس مزيان. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. نتعرف عليك؟ اهلا وسهلا. نتعرف عليا مريم بن جمعه، 15 سنه، نقرا في اعداديه مليتة، نفيا ماني. جيت اليوم لدار شباب مليتة باش نحضروا الملتقى الرياضي بالمؤسسه الشبابيه الدوره 4 تحت شعار معا ضد مظاهر العنف داخل الانشطه الرياضيه. عنوان جميل جدا. تبقي معنا باش نتابعوكم الثلاثه اللي تفهمنا. مرحبا بك، اهلا وسهلا. نورت على اليوم شباب مليتة، كيما عودتكم عندنا تراه جديد حبينا نستغلوه، تراه معاش في دار شباب مليتة. ارتيفيسيال ارتيفيسيال تراه اصطناعي. اليوم مش نقوموا معناها قمنا وقد قمنا بالدوره الرابعه الملتقى المحلي بالمؤسسه الشبابيه. ديجا الرابعه هنا في مليتة. عندنا طوعامين نخدموا في الانشطه الرياضيه الكبيره هذه. اخترنا لها شعار معناها نحبوا ندربوا الشباب على تبني نمط معناها رياضي بدون عنف. وتشوف ما شاء الله الوليدات كلها حاضرين معنا، معنا سي محمد بن يعقوب رئيس فرع الكره الحديديه بمليتة، قسمنا برشا ورشات، فما دوره في الكره الحديديه، دوره في كره الطائره، دوره في كره الهون ديناف، ودوره في كره القدم اللي اشرف عليها القائم العام سي فوزي زيوت. بصراحه عجبني السلوغون تاع تظاهره، جميل جدا. ما احوجنا للسلم في رياضاتنا الجماعية خاصة. فما تفاعلات على المباشر باش نقروا مع بعضنا، باش نعملوا جولة في التظاهرة. شكرا جزيلا ونرجعوا لك في التراغازوني. أنا باش نتبع باش نتبعك أنت، ذكرينا بالاسم. مريم غادة. غادة وين عنصر رجالي. نمشوا مع بعضنا. مرحبا بكم، باش نتبعكم باش نكتشفوا أعزائي المشاهدين، باش نكتشفوا دار شباب مليتة، فضاء جميل. وباش نبقوا على المباشر، مرحبا بكم، مرحبا بتفاعلاتكم اينما كنتم عبر العالم. مرحبا بالجميع. تفضلوا تفضلوا. الكره الحديديه قبل ولا وانت؟ نبدو هنا. ربما الناس تتفرج فينا، باش نعطوهم بسطة. اجوا هكا، اجوا حذاها، باش نعطوهم بسطة على الرياضات الكل. فما الفولي كيما نشوف، فما الكرة الحديدية. أمين. فما الكرة الحديدية. أي. وفما الفوتاسيس. والهون. معنا عندنا أربع رياضات هكا. أي مسيو. باش نوروا شوية الفولي، باش نتبعكم، مرحبا بكم. هذه مسيو. وينهم الشباب العنصر الرجالي؟ ها؟ أهلا بك، مرحبا. شو عليك؟ الحمد لله بصحة لاباس. شو اسمك؟ محمد. محمد شكون؟ غزير. فاش تقرا محمد؟ نقرا في السابعه. في السابعه. وجيت اليوم للتظاهره هذه. شنو لعبت اليوم؟ لعبت الكره الحديديه ولعبت الفولي. باش نشوفوا الفولي شويه ونعملوا جولتنا. مرحبا بكم، تفضلوا نتبعكم، تفضلوا. تيران فولي كما تشوف يا مسيو، كانوا يلعبوا 6-6 قوانين. انتهت اللعبه. انتهوا بالربح يا مسيو للنادي الافريقي. باهي، اسمعني. نقترح عليك نمشوا للكره الحديديه. اوكي، تفضلوا نتبعكم. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. مرحبا بك، شو احوالك؟ الحمد لله. لاباس. نلعبوا فولي احنا. انت فولي؟ اه. شو اسمك؟ اسمي ايوب. ايوب شكون؟ بن بلقاسم. مرحبا بك، فاش تقرا؟ نقرا في دخلنا احنا للتران، احنا في وسط التران تو تلعبوا تو. نلعب. اش قولك؟ جيست حبيت ناخذ كلمه على التظاهره هذه. تظاهرة باهية برشا، تلم لحوم الكل، تلمهم في بلاصة واحدة. يعطيك الصحة، أهلا وسهلا. أوكي، مرحبا، نتبعكم، مرحبا بيك، أهلا وسهلا. المشفى تاع كرة الحديدية، تسمك الفوشنة. باه، مرحبا بيكم في أجواء المباشر، فما باش نحكي لكم، برشا تفاعلات. يبعثوا لكم بوكو دو كور، بوكو وجمال، برشا جمال، حنا في اجواء المباشر. باه نواصلوا جولتنا
وعبر الجولة هذه باش اكتشاف هذا الفضاء دار شباب مليتا وهذه التظاهرة الجميلة. مرحبا بكم، تفضلوا نمشوا الكرة الحديدية. تفضلوا معنا سي محمد بن يعقوب. تفضل، مرحبا رئيس فرع الكرة الحديدية. مرحبا بك سي محمد، نورتنا على تجربة شربة مجلس. ابقى حضانا مثال، مرحبا بكم انت في مليتا وفي دار شباب مليتا. مرحبا بك، اهلا وسهلا بك سيدي. مبروك الغازون ارتيفيسيال، يبارك فيك يا حبيبي، ان شاء الله في النخيل. لكن تشتت مازال اليوم اول تظاهرة تتشين. تتشين حاجة هايلة هكا، حضرنا اللي صار لحد من ظهر الشعلة في الدور الشباب وفي الملاعب. أنا وإن شاء الله يكون فائز خير الملعب ودار الشباب، إن شاء الله تكون مليانة كلها بالشباب اللي ويبعد على القهاوي ويبعد على المسالك نتاع المتاهات الخايبة ويخسر تأثير إن شاء الله. لا احنا تمت دعوتنا من الأخ ماهر ممثل دار الشباب في إطار لحد من ظهر العنف، نشاركوا في مع الشباب نتاع الكرة الحديدية نتاع مليتا، تبع جمعية مليتا الكرة الحديدية. تفضل. وعندنا ومن تو عندنا بطل تونس في الكرة الحديدية معنا هنا اليوم، باش نتعرفوا عليه. والله نتعرفوا عليه. فما تفاعل من سويسرا، نبيل الشيخ ابراهيم قال لكم سلام ديما احلى جربة من فريبورغ سويسرا. شكرا جزيلا يا نبيل. معنا بطل تونس. بطل تونس مرحبا بالابطال، اهلا وسهلا. بطل تونس في الكره الحديديه الحره، في الفردي، في السن، فما في المنين منين في الفردي سنه 2014 وفي الثنائي سنه 2016. سقفونا على بطل تونس. هي سقفونا، بارك الله. جمهور حاضر، باش نوري الجمهور اللي حاضر هنا. مرحبا بكم، اهلا وسهلا الناس الكل. باه باش نسالك هكا، حنا في اجواء المباشر والريلاكس، كنتش عندك تلعب في الكرة الحديدية؟ أربع سنين ما شاء الله. وكنتش مرة كنت تريد في الجامعة؟ يلعب كل يوم هنا في دار شباب. في دار شباب هنا ولا وين؟ لعندنا ملعب تاعنا في مليتا، ملعب كرة حديدية يترون فيه كبار صغار بنيات. هاي خاولة معانا، كان زاد معانا وعندنا نادي ينشط في الدرجة الأولى. نادي كرة حديدية بمليتا في الدرجة الأولى. إقليمي أبدال الإقليمي، ثلاث ولايات، أربع ولايات طبعا. أي قابس وتطاويل وبدنين وقفصة. محمد يقول لك توج قرابة 20 مرة جهويا إقليميا، 20 مرة إقليميا، كان مش أكثر. أي باهي محمد، تو قداش عمرك؟ نعم 13 سنة. بنسألك فما تشجيعات يشجعوا فيكم؟ فما يعطيكمش لبسة، يعطيكمش اللبسة هذية من باهي نور اللبسة باهي، أما نقص بدري باهي مش مشكل باهي نور اللبسة. أي جولة مع الأبطال في مليتا، في مليتا هذه المدينة القرية الجميلة، مدينة اللي تسمت على مطار جربة مليتا. باه باش نعملوا، باش تعمل لنا هكا شوية رميتين، هكا باش نعملوا رميتين، نبقوا شوية على المباشر باش نتبعوا. اوكي المباشر عملنا شوية ديمونستراسيون، انت بطلتوا باه باش نعملوا ديمونستراسيون. شجعونا شوية محمد. بارك الله الشباب حاضر اليوم معانا، والوان الفرق، فريق النادي الافريقي، فريق الترجي الرياضي التونسي، وكلكم معنا. حبي اقربوا صوره جميله جدا هنا مع بعضكم، لان التظاهره هي حلوه برشا، التظاهره حلوه برشا ضد العنف. وما حوجنا بكري، قلت ما حوجنا رياضات، يعني تكون رياضات سليمه. ونشوف باش نوري اللبسه نتاعكم الاعزاء المشاهدين، لبسه حلوه، صور حلوه برشا من مليتا. كلمه عن النادي الافريقي. تحيا يا مسيو النادي الافريقي. كلمه على الترجي. الروح النادي باهي جميل جدا. نواصل جولتنا معاكم، تفضلوا مرحبا بكم. هاي ديمونستراسيون محمد، هاي باش نشوفوا باش نعملوا ديمونستراسيون تاع الكره الحديديه. امتي هكا بتيجي ديمونستراسيون. اجا من هنا، يلا ابقوا هنا، انا باش ندور باش نوريكم. ابقوا معنا. المسافه القانونيه من 6 متر ل 10 متر. باه اوكي. هاي لحي واحده منهم محمد، يعمل كثير
به يعطيك الصحة، شكرا جزيلا. باش نوروا الحضور معانا، اهلا وسهلا مرحبا. السلام عليكم، شحوالك؟ نتعرف عليك الاسم؟ وجدي شعبان. مرحبا. فاش تقرا؟ ثامنة. ثامنة هنا في مليتا. التظاهرة، شو قولك في التظاهرة اليوم؟ حلوة ياسر. وعندنا تران جديد غازوني. باه، هاي نواصلوا جولتنا معاكم، نواصلوا تفضلوا، باش نكتشفوا اعزائي المشاهدين، تشوفوا الكرة الحديدية والشباب، باش نوريكم الأعمار، الشباب مغرمين برشا بالكرة الحديدية. أعزائي المشاهدين، شكرا على تفاعلاتكم، وباش نقرا من حين لآخر تفاعلات، برشا تفاعلات. شكرا جزيلا اينما كنتم، نبعث لكم برشا برشا شمس. اليوم عندنا شمس 25 دغري في جربه، اليوم طقس ربيع، طقس حلو برشا. نشوفوا الشباب المغروم بالكره الحديديه. اي محمد، ايوا كمل. ايش كشوني مع الكابتن صحيح. أعزائي المشاهدين، تشوفوا راهو أجواء سبونتاني، ما حضرناش الروبورتاج مسبقا. اللي في اللايف تشوفوا الصور هذه، صور سبونتاني بدون تحضير. صحيح صحيح، برافو. قاعدة جاي بس لا تصل بكورتك قاعدة تطير. الشباب مازال يلعب في الكرة الحديدية، صور حقيقة. أعزائي المشاهدين، استمتع وإياكم بهذه الصور الجميلة من ملي تجربة. شكرا جزيلا على تفاعلاتكم. عندنا واحدة هاي نزال، هاي صحيت، أنا نزال صحيت، برافو. لا 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 لا. فما تحايا عم محمد، شكون؟ باه، فما وليد شعبان يقول سلم لي على عم محمد يا خويا سامي. شعبان من برا، من الله ينسيك، في بالي فرنسا. باه، شكرا جزيلا يا وليد. كارمي بونتي برافو. صحيح. الفوا هذه مرمى هاي قداش هاي؟ 5-1. 5-1، هاي نكمل، هذا نصف نهائي. هاي مسالش مسالش، هاي صحيح. محمد بحسيس هكا. بحسيس. ها؟ هاي يعرف لي مرش عبد. اي قال لك سي محمد بحسيس. مرحبا بك يا وليد، اهلا وسهلا. وكمال من سويسرا يحييكم. ويقولوا لكم احلى ناس. وليد بن يعقوب. وليد ولا شكونه؟ فما وليد شعبان. وليد بن يعقوب، وليد بن يعقوب من سويسرا. لا، هذا واحد اخر من سويسرا. كمال. كمال تيدي اس، ما عرفش اللقب. يقول احلى ناس. شكرا جزيلا يا كمال. لطيفة عبدال، اهلا وسهلا مرحبا. نكمل عاد، نكمل نصف نهائي. تحية تأتيكم من سدويكش، من جربة، من لطيفة عبدال. تفضلوا تفضلوا، مرحبا بكم. كابتن شكرا جزيلا. يا حمد ديكم مرحبا بكم مرة أخرى. ونورتنا مرة أخرى، شكرا. وإن شاء الله نستضيفكم في جولة إقليمية في تكون تنظمها جمعية مليتا. إن شاء الله في القريب العاجل تنطلق الروزنامة نتاع بطولة ترابية الجنوب الشرقي. إن شاء الله تكونوا بحضنا ضياف. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. عملنا اكتشاف رائع اليوم إن شاء الله مع الكرة الحديدية. أول مرة تلفزيون جربة جربة ماجازين تعدي الكرة الحديدية. مرحبا بك. جميل جدا، شكرا جزيلا. تفضلوا مرحبا بكم، أهلا وسهلا الناس الكل. مرحبا بتفاعلاتكم في جولة عبر مليتا، عبر دار شباب مليتا. صور حلوة برشا، واليوم لقاء الصدفة، لقاء بدون موعد حقيقة. ما علمتش المسؤولين هنا، جيت فجأة. والاكتشاف الرائع اللي هو عندنا تران غازوني، اليوم الافتتاح نتاعو، باش نكتشفوا التران الغازوني. حلو برشا كما تشاهدوا. مرحبا بكم، اهلا بيك. بك يا عايشة. اشنو الاجواء؟ اصفينا شويه الاجواء، تفضلي امشي. اجواء رائعه جدا كما تشوف، قاعدين في سبور، كلنا ضد للعنف.
شعار حلو برشا. ايه صحيح، خاطر العنف من كثر برشا في الايامات هذيا. باه تفضلوا مرحبا. باش ناخذوا هيك كلمه من التروا. اهلا بك، انت رقم ثلاثه. مرحبا. تعرف عليك؟ اسمي حمد عبد الجوار. مرحبا بك. فاش تقرا؟ سبعة. اش لعبت اليوم؟ لعبت كرة فوت ولعبت كيكو وفولي. فولي لعبت شويه. لعبت شويه. اهلا بك مرحبا. تفضلوا مشوا قدام، ندخلوا التيران ان شاء الله. باش نعملوا جوله في التيران جديد، نشوفوا الاجواء نتاع الاصدقاء من الشباب. هما قاعدين توا يلعبوا في الفوت، في جو حلو برشا منظم. كما قلنا بكري الشعار نتاعنا مع عم ضد مظاهر العنف داخل الانشطه الرياضيه. جميل، ان شاء الله يعجبهم الملتقى الرياضي. باه باش نقربوا شويه للغازون باش نمروا نشوف. باه اوكي، ندخلوا مع بعضنا. مرحبا بكم يا اولاد. طيحوا الكره شويه يا صديق. هو بصراحة معناها ترام هو عشر بالاصطناعي، هو مكسب جديد للشباب من ليتا. مازلنا كي دشناه ان شاء الله يكون فاتحت خير على المؤسسة. قبل معناها ما كانش عندنا ترام ارتيفيسيال، كنا نلعبوا في سبخة معناها كيما تشوفوا. باهي نشوفوا في السبخة. نشوفوا معناها في الملتقى الدورة الرابعة، الناس كل اللي جات، شباب تلمذي معناها حب يحضر معنا في التظاهر الرياضية هذيا. ان شاء الله نعاودوا الدورة الخامسة والسادسة. ومرحبا بكم معناها وسائل الإعلام المحلية ديما تزورونا، يعطيكم الصحة. الدورة المحلية كان يأثر فيها سي فوزي زيوت قايم عام بالمدرسة العددية من ليتا، مشكور زاد. غادرنا لمحل عنده التزامات عائلية. كيما تشوفوا الشباب معناها شيخ عامل جو متحمس، إن شاء الله ديما مواصلين معناها على نفس هذا النهج. إن شاء الله نحسوا الشباب بخطورة العنف اللفظي. تعرف أنه ظاهرة العنف اللفظي معناها العنف الرياضي بصفة عامة ظاهرة خطيرة برشا. هكا علاش نحن نخدموا في مشروع مؤسسة معناها مش نحدوا، مش ندربوا الشباب على خطاب على الأقل ما فيهوش عنف، خطاب لا عنف داخل الأنشطة الرياضية. ما شاء الله شباب من ليتا من خيرة الشباب اللي عندنا موجودين هنا، يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. باهي نواصل جولتنا. فما تفاعل على المباشر. أحمد بو حمدة يقول تشجيعي لسي محمد المجهود اللي يقوم به منذ سنوات في المجال الرياضي بمليتا. غادرنا سي محمد. تفضلوا باش ندخلوا للتران. شحوالك؟ امشي. شو اسمك؟ أميمة. مرحبا بيك. تقري ولا مازال؟ نقري. ايش تقري؟ ثالثة. امشي نور لك السيمولدي هذا. سيمولدي سيمولدي مرحبا بك. سيمولدي اهلا وسهلا. مرحبا. احنا في اجواء المباشر سيمولدي. مرحبا بك. وتظاهر حلوه برشا اليوم في مليتا. مرحبا بكم في دار الشباب ومع شباب مليتا الكل. اهلا وسهلا. مرحبا بكم واهلا بكم في شوف النشاط والحيويه نتاع شباب مليتا. ما شاء الله. بنات واولاد ما شاء الله عليهم. ومره اخرى مرحبا بكم اخوي. تفضلوا. تفضلوا اعزائي المشاهدين. صور حلوه برشا. نمشي وراكم. تفضلوا. صور حلوه برشا. اكتشاف رائع اليوم. تدشين للغازون، غازون ارتيفيسيال يعني عشب اصطناعي. تشوفوا الكاليتي نتاع العشب، كاليتي حلو برشا. و جو كروا تروازيام ولا كاتريام جينيراسيون. تو تشوفوا الغازون في مليتا. هذا غازون ترا غازون حلو برشا. نمشوا شويه باش نواكبوا من شويه من اللقاء. تفضل باش نوروا شويه ربما من مقابله كره القدم. هنا في اجواء المباشر الدور. نذكر طقس جميل جدا بجزيره الاحلام. جربه احلى أحلى وأروع وأجمل جزيرة في العالم. طقس 25 درجة الآن بمليتا جربة. طقس رائع. شنورو لكم شوية من الماتش. شنورو أجواء المقابلة. اليوم تدشين الملعب العشب الاصطناعي. اكتشف فنيات رائعة، فنيات حلوة. هاي الكورة يمشي.
برا كلا يبعد شوية يبعد عليه شوية خلي شو تكون يا الأولاد يبعد شوية عايش به باش نواكب أعزائي المشاهدين سبونتاني شوية شوية كورة يبعدوا على الخطة شوية يبعد على الخطة ياسين ياسين شوية يا الأولاد يا الأولاد الأولاد يبعدوا شوية على الخطة يا وسيم نذكر اللي التحقوا بينا الآن التحقوا بينا الآن في أجواء المباشر بمليتا بدار شباب مليتا مرحبا بكم أهلا وسهلا ونواكب في افتتاح اليوم تدشين العشب الاصطناعي بمليتا شوفوا الكاليتين تاع الغازون اصطناعي ما شاء الله طيارة مبني فين القناة؟ تلبس جربة وجربة مجازي. كيفاه؟ على الفيسبوك. عندك فيسبوك؟ شرعي يعني. ها؟ اكتب جربة مجازي. ده. جربة مغازين باش نبقوا أعزائي المشاهدين صدقوني استمتع وإياكم بهذه الصور الجميلة من مليتا الجميلة من دار شباب من دار شباب بمليتا التظاهرة نقروها ملتقى الرياضي بالمؤسسة الشبابية الدورة الرابعة مع ضد مظاهر العنف داخل الأنشطة الرياضية وما أحوجنا من هذا السلوغون يعني شعار حلو برشا مليتا تعطي مثال مثال لتونس الكل بهذا الشعار اللي حاب يتكلم حاجة يتفضل اه مرحبا بكم فضاء مفتوح اللي حاب يتكلم يتفضل مرحبا بكم تحية من ليتا تحية من ليتا تحية من ليتا باش نوري الصور هذه فما كلمة فما شكون يحب يحكي كلمة مرحبا بكم سامحوني خلت الترا نواكب شوية في الأجواء تدشين ملعب مليتا الاصطناعي عشب الاصطناعي أنا موجود داخل الميدان حقيقة رائع العشب هذا وإن شاء الله نحافظوا عليه إن شاء الله نحافظوا عليه حاب نحيي برشا دار شباب مليتا وزملائي الشباب لهنا وهذه رأي ماهيش أول دورة يعني تعملها دار شباب مليتا خاطر ديما احنا نعملوا في نشاطات رياضية وحملات توعوية وتوعوية وإن شاء الله عن قريب نسيت على المباشر هكا على المباشر أعزائي المشاهدين كنا في داخل الملعب مثال مثال واسي واسي وإن شاء الله على القريب العاجل باش يكون عندنا ملتقى كبير برشا في الأنشطة الرياضية كما هكا وإن شاء الله تعودوا تزورنا في أجواء مخير من هكا مخير أجواء رائعة شنو مخير أجواء رائعة هنا أجواء جميلة أجواء جميلة جدا تنقص الحركة مستعدين وإحنا لهنا يعني وتحية برشا لدار شباب مليتا ومدام باش نقرا بعض التفاعلات قبل المغادره باه بدر جبل يقول قال مرحبا بك سي سامي بالتوفيق وتالق باه ام ايوب حداد تقول سلام عليكم من تونس وبالتوفيق للجميع فما بولبابا نني من فرنسا يحييكم من نورموندي فرنسا هذه تقريبا المعذرة أعزائي المشاهدين ربما ما قريتش كلك كومنتار سامحوني كونسنتري على الحدث اليوم بمليتا الجميلة به على هذه الصور الجميلة ولا أحلى ولا أجمل ولا أروع من جزيرة الأحلام جربة وتحديدا مليتا التقينا على المحبة ووديعكم على المحبة
تحية القدس، تحية فلسطين، تحية تونس، تحية الافريقي كلوا افريقيا اسبيرونس عاد اسبيرونس الى اللقاء. فما باش نختم، فما فاطمة برجب احلى مليتة، احلى دار شباب، دمتم متألقين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. وفما يحيى ناصر من باريس، فيف سيا، بطلعوا فيك معلم معلم. الى اللقاء. طب ماشي هكا شكون.